بس رجعنا بقى معانا شيف سليم وليلو كالعاده برضو قاعد بيلعب يا جماعه مش عايز يسكت. ظبط له شعره. ازيك يا شيف سليم؟ عامل ايه؟ كويس. كويس؟ تحب تطبخ؟ تحب تدخل المطبخ تعمل ايه؟ قولي بتحب تعمل ايه؟ بيحب ياكل في المطبخ. انا عايزه اكل كده. انا يعني هاكل كده. هتاكل بس مش هتطبخ؟ لما اطبخ كده. طيب هنعمل دلوقتي فطاير بطاطس مقليه حلوه جدا. ماشي فطاير بطاطس. هنعملها على شكل فيس كده. طب انا ممكن تعرف تساعدني؟ هاي فايف من سليم لو سمحت. ماشي ادي هاي فايف. يا ابني ليه؟ يلا بص حط بقى الحاجات اللي هي ايه اساعد ليلو. هو ايه ده؟ حط البطاطس هنا. ايه اللي احنا هنعمل فيه ده يا سليم؟ بقى كل الكلام ده اسمه ايه اللي احنا هنعمل فيه ده؟ الايه؟ هنحط البطاطس كلها؟ الكميه كلها؟ اوكي. بس استنى بقى هنقول مقادير. ده احنا نسينا نقول المقادير يا ليلو. مقادير فطائر البطاطس. هنعمل فطيره البطاطس او فطائر البطاطس المقليه على شكل كده فيس هيبقى سلام. حلو جدا. عندنا بطاطس مسلوقه، ربع كوبايه من النشا، ملح وفلفل وبابريكا ورشه جوزه الطيب وبقسماط مطحون وبيض. هقول تاني المقادير. يلا بينا. اقرا كده المقادير يا ليلو. اقولها تاني برضو؟ ماشي يا سلام. ادينا بقسماط يا سلام. هقولها بقى على طريقه ايه بقى؟ بصي يا سليم انا هقولها انا وسليم بعد اذنك لو سمحت يا شيف اسماء. هنقولها على طريقه سلطع برجر. عارف سلطع برجر؟ النهارده سوف نعمل فطائر البطاطس المقليه. بطاطس مسلوقه، كوب نشا، ملح، فلفل، بابريكا، رشه جوزه الطيب، بقسماط مطحون وواحده بيضه. بس كده يا اصحاب. صح. تمام؟ برافو عليك. وسوف تاكلون البطاطس الفطيره البطاطس اللذيذه. مع شيف سليم. يلا حطوا بقى النشا والمكونات دي كلها حطها هنا. يلا يلا بينا. يلا اوعى حاجه تقع منه. حاجه حاجه واحده واحده. نحط النشا الاول يا شيف اسماء. يلا بينا. ايه ده؟ ده النشا. هو ده النشا كله. كله مين تمام مين. يلا هنحط كمان ايه دي؟ لا هنحط رشه جوزه الطيب كلها. لا شويه صغيرين. مين مين مين. انا مش شايف بس كده. حلو قوي. تمام. ايه جوزه الطيب دي؟ البابريكا. بس حط حبه اوعى الطبق يقع منك. يري هنحط كمان البيضه. البيضه كمان اهي. اوعى تقع منك. يلا امسك زقها. معانا تليفون قول الو بقى. هنحط حاجه تاني؟ حط فلفل اسود وملح. معانا باسل. باسل يا باسل. الو الو ارد يا ليلو. الو 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 اهلا. الو قول له الو. الو بابا فين؟ هنا اهو. هنا اهو بيكمل لك. بيكمل الاغنيه. ازيك يا باسل؟ كويس الحمد لله. خليك معايا لحظه بس احنا هنا هنشغل الهليكوبتر بتاعنا. لا اتكلم باسل. هنكلم؟ مش هشغل غير لما اتكلم باسل. باسل هتفطر ايه النهارده؟ انت حلو قوي يا ليه. انت اللي جميل يا باسل. النهارده معايا شيف سليم. عايز تبقى تيجي مكان سليم؟ أكبر. طيب قول لي بقى اسم ولد بحرف ال ب غير باسل. انا فطرت خلاص. قال ايه؟ هو قال ايه؟ انا انت فطرت؟ هو كده بيسمعنا من التلفزيون يا شيف اسماء. يا باسل وطي البوتاجاز واسمعنا من التكييف لو سمحت. وطي التلفزيون يا باسل عشان تسمعنا انا وليلى. في حرف ال ب باسل. باسل. ما هو اسمه باسل. ما هو السؤال ده بقاله من اول امبارح انا سألته. معلش. حرف ال ب اسم بنت بقى. الو شفت بقى. ايوه يا باسل وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. انا فطرت عايزه المصطفى. وانا كان نفسي اكلمك. ممكن نخلص الاكل عشان نرجع للسؤال. كان نفسه يكلمنا. ماشي يا حبيبي يلا بينا نشغل الهليكوبتر. شغل. يلا يلا بينا. دوس هنا لو سمحت يا سليم. افصل 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 الكهرباء. هات المصطفى. ايه اللي حصل؟ افصل الكهرباء. شد الفيشه. شد الفيشه يا سليم. شد الفيشه. شد الفيشه. هنحط شويه بقسماط كمان يا ليلو. هي مالها كلها جت في فروق. ايوه ما احنا عايزين كده. احنا عايزين نعملها عجينه. طب هنضربها تاني؟ هنحط شويه بقسماط كمان. مش عايزاها ناشفه خالص عشان هعملها زي العجينه. بيعمل ايه البقسماط بقى؟ بيربط بقى معايا. يا سلام. تمام؟ اوعى تكون بتضرب حد في المدرسه. احنا بنضرب في الخلاط. حط الفيشه. شد الفيشه. شد الفيشه.
وصلت الكهرباء جامد جدا انت. معانا التليفون. يلا بينا. ام مديان، اسم حلو قوي. اسم مديان؟ اه اسم جديد. اسم غريب. صباح الفل. يا صباح الفل. صباح الجمال، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. صباح الفل عليكم جميعا. صباح الجمال يا حبيبتي، صباحك زي الفل. يا روحي. هو انا عندي مدن كان عايز يسلم عليكم ويطبخ عليكم، كان عايز يطلب طبعا طلبات، فايه يعني حاولوا تستحملوه. لا لا احنا طبعا مستحملين من غير ما اي حاجه. براحته خالص. قول له الو. مديان بتندهله من تعالى بسرعه. لسه نايم. لسه نايم على السرير. لا لا معايا معايا. قول له ازيك يا مديان. ايوه مديان. مديان ازيك. قول له الو. الو الو بابا فين؟ تمام. ازيك يا مديان؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ايه؟ عامل ايه؟ عندك كام سنة؟ عندي ستة. ده انت جميل خالص وكبير. بتدخل المطبخ؟ بتحب تعمل أكل؟ ايه؟ بتحب تعمل أكل؟ أيوه. طب قول لنا بتحب تعمل أكل ايه؟ بازوكا. بازوكا ايه؟ انا سمعتها بازوكا. اسمها بسبوسه. طيب تمام. بازوكا. بازوكا. بسبوسه. ماشي يا حبيبي. بازوكا. بازوكا. قول لنا اسم ولد بحرف الميم يا مديان غير اسم مديان عشان تطلع معانا زي سليم كده. ما طلع معانا مين 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 مين. اسم ولد بحرف الميم. مالك. 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 اسم بنت بحرف الميم. محمد. محمد ازاي؟ محمد في بيت اسمها محمد؟ بنت مين اسمها محمد ازاي؟ مريم اختي. مريم. اوكي. مريم صح. اسم نبات بحرف الميم. ايه؟ انا بنسى. انا مش عارفه. عمال اغششك اهو. تعمل كده اهو. ايه؟ موز. اه. موز. اسم بلد بحرف الميم. ميم. ايوه. اسم بلد بحرف الميم في موريتانيا. مصر. مصر. اسم جماد بحرف الميم. حاجه ما تتحركش بحرف الميم. تعرف تفرق؟ اسم جماد بحرف الميم. مركب. مركب. يا سلام. مديان بقى سجل اسمك يا مديان. يلا اسمك ورقم تليفونك والبريد الالكتروني بتاعك كل حاجه سجلها فاهم انت عشان تطلع معانا زي. شكرا حبيبي. باي باي مديان. احنا دلوقتي يا شيف اسماء عملنا ايه بعد ما ضربناها في الخلاط؟ بص اهي عملناها بعد ما ضربناها في الكبه بقت زي العجينه كده يا ليلو. زي البيتزا. اه هنسيبها بقى تريح في الثلاجه وبعد كده لازم تبقى ساقعه شويه واحنا شغالين بيها عشان تبقى ماسكه نفسها. خلاص وبعد كده هنفردها بالشكل ده. اسمها ايه البتاعه دي؟ اسمها نشابه. بيعمل بيها ايه؟ انا ممكن احط صوابعك كده نفرد صوابعك نخليها كبيره. وانا اكله ولا ايه؟ ما انا مش اكله. ما انت صوابعك صغيره عايزين نخليها كبيره. معانا تليفون. ميزو. معانا ميزو. ميزو. ردوا يلا على ميزو. قول له الو يا ميزو. يا ميزو. ميزو قطع؟ التليفون قطع. فاكريني اصحابي فطائر معانا ولا ايه؟ حاول تكلمنا تاني. طب يا ميزو نحن نعمل فطائر بطاطس المقليه. احنا هنعمل بقى ايه شكل دايره كده. نعملها بانه طريقه بقى؟ اي حاجه مدوره كده هنعملها. قطاعه. كوبايه. كوبايه صغيره. قطاعه الحجم ده. اي حاجه هنعملها على شكل دايره كده. ممكن تعمل دايره لو سمحتي يا سليم. امسك كده ده ودوس هنا كده. اعمل دايره. يلا دوس دوس عليها. يو. ولفها لفها لفها. نين 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 نين. هنطلعها ازاي؟ اديني ال هنطلعها ازاي؟ ميزو رجع. اطلعي اطلعي. ما تسمعش كلامي. ايوه اهي يا ميزو. شايفين يا اصحابي؟ شايفين يا جماعه عيال بيلعبوا ازاي؟ يا سلام. احنا بنلعب بالعجين لو سمحت. ازيك يا ميزو؟ عامل ايه؟ كويسه حبيبي. ميزو كلموا ميزو كده. ايه هو ينفع اكلم ليلو؟ طبعا ينفع تكلم. ازيك يا ميزو؟ طبعا. ازاي؟ عندك كام سنه؟ ست. وانت عندك كام سنه يا سليم؟ انا عندي سبع. سبع سنين. هو اكبر منك بسنه. طبعا انت اسمك مازن فاحنا لسه لاعبين حرف الميم. تعالى نلعب حرف تاني. نلعب الف حرف الغين. لا انا بكتب اسمي ميم يه زين واو. ميم يه. ميم يه. اه ميزو. بيكتب ميزو. اه ميزو. اه طب يعني ناخد حرف اليه.
اسم ولد بحرف الياء. اسم ولد بحرف الياء. ايه 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 ازاي؟ حد يغششك. بص بص الحق لبس له ورقه في الامتحان. ياسين. ياسين. اسم بنت بحرف الياء. ياسين. اسم بنت بحرف الياء. اسم بنت بحرف الياء. ايه ايه في كتير قوي. ده كتير قوي يا شباب. ياسمين. اه انا شاطره اهو. ياسمين. ياسمين دي يعني يا تخين. اسم بلد بحرف الياء. ايه؟ اسم بلاد بحرف الياء. ايه؟ ياسمين. ده بيرد عليك في الكنترول، ده الموضوع عجبهم مش اطفال بس، ده بيرد عليك. اسم جماد بحرف الياء، هو كده ما جابش البلاد. اسم جماد بحرف الياء، صعبة جدا على فكرة اللي هيجيبها مين؟ ايه ايه بحرف الياء اسم جماد. ايه؟ ايه؟ تعرفه؟ يافطة. اه يافطة. لا ده شاطر جدا. اسم نبات بحرف الياء. ايه؟ نبات. خضار. أكلة. اعمل قول لي أكلة بحرف الياء. ينسون. الله ينسون. اسم بلد بقى. برافو. آخر حاجة بلد ده جاب حاجات حلوة على فكرة. بلد آخر حاجة البلد. سهلة جدا البلد دي. عرب بلد عربية. عربية. يونان. لبنان إزاي؟ يونان. يونان. انا سهلة ده رجع قوي. برافو برافو ميزو. سجل اسمك يا ميزو. سجل اسمك. شاطر يا ميزو. شاطر جدا جدا جدا. سقفله سقفله لو سمحت يا سليم. سقفله سقفله. سليم قاعد بيقلدني. سقفله. بصوا بقى احنا عملنا الدايره. سقفله سقف لميزو. يلا برافو ميزو. احنا دلوقتي عملنا الدايره دي. عملنا كده جبنا العصايه بتاعت الشيش طاووق او خلة سنان وعملنا له عينه وبق كده. ممكن نخليه بيضحك. ممكن نخليه بيقول اوه كده مثلا. بالظبط ممكن. صح. نفعل فطائر البطاطس المقليه. تمام. هنبدا بقى على الزيت على طول. سلام. اهو لما تتقلي بقى هيدي نفس الشكل. من غير ما نحط بقسماط ولا اي حاجه. اه ما هو لا خلاص احنا حطينا بقسماط ربطنا العجينه خلاص يا ليلو. مش هنحط بقسماط تاني. بصوا سليم اهو عمل واحده. ده عمل له اسنان. ده عمل له اسنان سليم. بصوا يا اصحابي. بصوا اهي عمل له اسنان. نحن نفعل فطائر البطاطس المقليه. بصوا بقى لما بتطلع على طريقه سلطة بلدة من الزيت اهي تبقى مقرمشه جدا وعلى شكل وش. الحق يا سليم بالشكل ده. بص انت عملتها ازاي؟ ايه؟ مناخيره ورمت بس شويه في البتاع. والله شكلها حلو. دي كده عندنا عملنا مع بعض الفطاير بتاعه البطاطس بطريقه سهله وبسيطه مش محتاجه اي ممكن تقولها زي فطيرة البطاطس المقليه. اهو قالينا بقى بصوا شكلها عامل ازاي؟ المقليه. المقليه بالقاف. المقليه. بص بقى يا سليم. بص يا ليلو. الله ايه الاصفر ده يا شيف اسماء؟ شايف ده مسترد. مش الوان؟ لا ده مسترد وده كاتشب وعاملين بقى الفيس بقى. بص كلهم كده على شكل هابي فيس. انا ممكن الون فحلوين جدا. الاصفر ده الطاقيه بتاعتي؟ لا ما ينفعش. ينفع والاحمر ده لو ينفع ياخد الاصفر ده يحط الطاقيه بتاعته؟ ما لونها اصفر طاقيه. ما ينفعش. انها فطائر البطاطس المقليه. بتعمل واحده ثانيه يا سليم؟ اه تمام. ده شكلها كده بعد ما اتقلت. ممكن نعملها للولاد كسناك كده جنب ال مثلا جنب الحاجات وهم فشار. نعمل لهم مثلا برضو البوب كورن الفشار. البوب كورن الفراخ ده بالظبط وهم بيتفرجوا على كرتون وهم بيعملوا اي حاجه يقدروا ان هم ياكلوها ويتسلوا بيها. تمام. تعالوا بقى نطلع فاصل تاني. اه نطلع فاصل عشان هنعمل البان كيك. انت بتعمل ايه؟ سليم شاطر جدا بيعرف يعمل بان كيك وقاعد بيعمل الفطاير. ايه البان كيك ده يا سليم؟ البان كيك ده الكيكه بس الطويل ده. كيكه طويله؟ ادوار يعني هو قصده ادوار. يا سلام. بتحط فيها ايه جوه؟ بتحط تشوكلت ولا بتحط ايه؟ انا بحب الوايت شوكلت لو سمحت. انا هحب الشوكلت بس. بيحب الشوكلت. شوكلت بس؟ عشان كده شعرك طويل. من الشوكلت. شعري مش طويل. شعرك مش طويل؟